وفي دبي اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض آيديك دبي الذي احتضن عددا كبيرا من العارضين وأطباء الأسنان الذين قدموا من كافة أنحاء العالم، حيث يعد هذا المؤتمر منبرا للعلم والمعرفة يجتمع فيه أبرز المختصين حول العالم في قطاع الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وطرح آخر المستجدات والأعمال الخاصة بطب الأسنان. أحمد الزعابي لديه تفاصيل الحدث. في دبي كان الموعد وتحديدا في 5 فبراير الجاري، واليوم هو الاختتام. معرض ومؤتمر آيديك دبي 2013 الذي ضم هذا العام أكثر من 30,000 طبيب من 130 دولة وأكثر، أما عدد الشركات فقد وصل إلى 1000 شركة من 70 دولة، إضافة للعديد من الفعاليات العلمية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية، ومن أهمها الاجتماع السنوي 10 للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان الذي يصل عدد الأعضاء فيه إلى 66 دولة. المشاركون والعارضون في هذا الحدث الطبي أكدوا أن دبي آيديك فرصة لا تعوض لكافة العاملين في قطاع طب الأسنان وصناع القرار من القطاعين العام والخاص، حيث يمكنهم للتعرف على آخر المنتجات والمعدات التي تقوم الشركات العارضة بطرحها والموردين المختصين للشركات الرائدة في قطاع طب الأسنان. العديد من الفعاليات العلمية وورش العمل والدورات التخصصية كانت حاضرة وبقوة لتعزيز الخبرة العلمية والتخصصية في هذا القطاع الطبي لبناء منصة للمعرفة بين المختصين المؤهلين من كافة أنحاء العالم. وأخيرا المعرض تناول أفكارا حديثة وشاملة لكافة المواضيع الطبية كبرامج صحة الفم والعلاج وبرامج التعليم المستمر والعديد العديد من المواضيع التي تلبي احتياجات قطاع الرعاية الصحية بالدولة وتوفيرها بأرقى المستويات العالمية.